استضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة ثلاثية ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس في العلمين الجديدة، ذلك لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في أرض دولة فلسطين المحتلة والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها. وقبل القمة عقد الرئيس السيسي والعاهل الأردني جلسة مباحثات أعرب خلالها عن ارتياحهما لمستوى العلاقات المتميز بين مصر والأردن وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار العلمين الدولي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل الأردن الذي يقوم بزيارة لمصر تتضمن المشاركة في القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس والعاهل الأردني عقدا جلسة مباحثات أعربا خلالها عن ارتياحهما لمستوى العلاقات المتميز بين مصر والأردن وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة، معربين عن التطلع لتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق الشقيق، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري. كما شهدت مدينة العلمين الجديدة انعقاد قمة ثلاثية بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين والرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في أرض دولة فلسطين المحتلة والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها. وقد صدر عن القمة الثلاثية بيان مشترك تضمن تأكيد القادة للأولوية التي توليها الدول الثلاث للمرجعيات القانونية الدولية والعربية لتسوية القضية الفلسطينية وعلى رأسها ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ضمن جدول زمني واضح واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة بما في ذلك حقه في تقرير المصير وفي تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية